طيب سهى بتقول زوجها، هي متزوجة من 3 سنوات، وبتقول زوجها لا يصلي وما حكم حياتها معه. حضرتك فقط زي ما قلت لأم سمير إن أنا الزوجة مع زوجها، إن وجدت الزوج على يعني في تقصير معين أو يرتكب معصية معينة، إنه يبقى فيه النصح بطريقة جميلة، ويبقى دايما كده نزكي الجوانب الإيجابية، وبعد كده أبدأ في نصيحة الزوج أو أبدأ في نصيحة زوجتي. بلاش الكلمات السلبية فيما بينكم، بلاش الطريقة اللي أنا ممكن أبقى عارفة إنها قد تثير غضب الآخر، تثير غضب زوجي أو تثير غضب زوجتي، فبالتالي لا يسمع لي ولا هي تسمع لي. أنا بتكلم على حد سواء، إن كانت الزوجة ترى زوجها على معصية أو كان الزوج يرى زوجته على معصية بتقصير في أمر الصلاة أو في أمر من الأوامر والتكاليف الربانية، يكون النصح الجميل فيما بينكم. ثانيا، قضية إنه الإنسان التارك للصلاة، هناك فارق بين من يترك الصلاة جحودا، جحود تركها ده يقول لك مفيش صلاة، مفيش فرضية، مفيش فرض الصلاة أصلا، ومفيش ربنا ما فرضش علينا الصلاة، ده جاحد بفرضية الصلاة. هناك فارق بين هذه الحالة وبين حالة الإنسان الذي يعني هو يتكاسل عن القيام بأداء هذا التكليف الرباني، وإحنا بننصحه من وقت للتاني في الأوقات اللطيفة فيما بينكما، يعني حاولي خدي بإيديه وقولي له قوم اتوضى نصلي جماعة مع بعض، لا تقولي له بقى يمين ولا شمال، انت بس فقط كده النصح اللطيف والدعاء المستمر له بأن يكون من المقيمين للصلاة. ونسأل الله له ولكل المقصرين في شأن وفي أمر الصلاة أن يجعلنا جميعا وذريتنا جميعا من المقيمين للصلاة إن شاء الله. إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بعد هذا الفصل وأكمل الرد على أسئلة السادة المشاهدين. أدعكم مع خير الكلام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.